بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب التعليم عن بعد جامعة الدمام، أهلا ومرحبا بكم، أهلا ومرحبا بكم في مقرر القانون التجاري، المحاضرة الرابعة في الأعمال التجارية. طبعا احنا في المحاضرة الماضية اللي كانت تقريبا البث المباشر اتكلمنا عن الأعمال التجارية وتقسيمتها، وقلنا ان احنا عندنا 5 أعمال تجارية منفردة و7 تتم بطريق المقاولة، وتناولنا بالشرح في المحاضرة الماضية الشراء بقصد البيع، وتعرضنا لشروطه الشراء بقصد البيع، واتكلمنا وكنا بدأنا في الأوراق التجارية، وكنا بدأنا في الكمبيالة. ننتقل إلى الكمبيالة الأوراق التجارية، وأشرنا إلى اللي أول حاجة فيها قلنا يا جماعة الجزئية دي موجودة في الكتاب صفحة 175، وقلنا إن المشرع السعودي لم يضع تعريفا محددا للأوراق التجارية، واكتفى بذكر 3 مسميات هي الكمبيالة والسند لأمر والشيك. واستعرضنا الكمبيالة وهي ايه، والعلاقات المترتبة بين اشخاص الثلاثة الساحب والمسحوب عليه والمستفيد، وكنا بدأنا اتكلمنا او انتهينا في المحاضرة الماضية عند الشروط الشكلية التي يجب توافرها في الكمبيالة، وقلنا الرضا الخالي من العيوب وعيوب الرضا اللي ذكرناها، الغلط والتدليس والإكراه، وبعدين قلنا المحل أن يكون المحل ممكنا والسبب أن يكون مشروعا، وقلنا الأهلية محرر الكمبيالة أو مظاهرها 18 سنة هجرية كاملة. وبعد كده في بقى ننتقل إلى نوع آخر من الكمبيالة اسمها الكمبيالة المجاملة، وهذا النوع من الكمبيالات باطلة لعدم مشروعية السبب، كأن يتفق شخص ويقوم بدور الساحب مع شخص آخر المسحوب عليه وليس بينهم أي ديون أو التزامات، ثم يحررون كمبيالات بالاتفاق بينهم وبين بعضهم البعض، يعني أشبه بعمليات النصب، وبالتالي هيبقى في سلسلة من المتعاملين معهم اللي بينهم، زي المستفيد اللي هيحمل الكمبيالة يروح يقطعها من البنك او يظهرها لواحد تاني وهي في الحقيقة ليس لها وجود. هذا النوع من الكمبيالات بيعتبر باطل لعدم مشروعية السبب، والحكاية دي هتظهر معانا قوي لما نشرح لك امثلة او ننتقل الى الشيك بدون رصيد حينما لا يكون هناك رصيد، فهي اشبه به الى حد ما. على اي حال الكمبيالة المجاملة هي باطلة لعدم مشروعية السبب. وكنا انتهينا لعدد اشخاص الكمبيالة 3. بعد كده بقى هننتقل بداية محاضرتنا الحقيقي هي الشروط الشكلية للكمبيالة. الكمبيالة طبعا كسك او كورقة لازم يكون فيها شروط شكلية. اول حاجة فيها شرط الكتابة، حيث ان النظام او القانون التجاري السعودي قال ان هناك بيانات الزامية يتعين ادراجها في الكمبيالة. نمرة 1 هنلاقي او الف كلمة او كتابة كلمة كمبيالة. كلمة كمبيالة دي عادة بتبقى موجودة على الصك نفسه، يعني مع النقش اللي هو بيتعمل بالطريقة الآلية او الطريقة الالكترونية حسب طريقة طباعة الصك، وبتبقى مكتوبة وموجودة على متن الصك على صلبه على الورقة ذاتها عشان يطفي عليها الصفة التجارية، المقصود هنا بصفة الصفة التجارية، ليطفي عليها الصفة او صفة الكمبيالة ويخضعها لاحكام التجارة، ويترتب على ذلك قابليتها للتداول بالطرق التجارية اللي هو التظهير والمناولة. وطبعا هنبقى نشرح لحضراتكم ما هو التداول بالطرق التجارية وهذه الطرق ومتى يكون بالتظهير ومتى يكون بالمناولة. فكلمة كتابة كلمة كمبيالة على متن السك بيطفي عليها الصفة ويخضعها لأحكام التجارة، ويترتب على ذلك قابليتها للتداول بالطرق التجارية،
وتخضع للتقادم القصير. طيب، طب وفي حالة عدم كتابة الكمبيالة على الورقة، إغفال هذا البيان، لا تعد الكمبيالة في هذه الحالة عملا تجاريا، ولا تقبل التظهير ولا التقادم القصير. شوف أهمية ذكر كلمة كمبيالة في الصك وعلى متنه. كمان من الشروط الشكلية الهامة أن يكون أنت بتحرر لشخص كمبيالة، بتقول له ادفعوا الأمر، يجب أن يكون هذا الأمر غير معلقا على شرط. ادفعوا لأمر فلان معناه هذا الأمر ما يكونش معلق على شرط، لكي يتجه المستفيد من الكمبيالة إلى المسحوب عليه يقتضي حقه. إنما إذا علقت هذا الأمر على شرط، ده طبعا ده يساير طبيعة العمليات التجارية اللي احنا قلنا عليها في الأول خالص في المحاضرات الأولى التي تقتضي السرعة. فعشان كده المشرع أو النظام بيقول أن يكون أمر الوفاء بالكمبيالة غير معلق على شرط، حيث شرط المشرع السعودي أن يكون المبلغ مكتوب بطريقة واضحة. مثل هذه الشروط إيه؟ إن يقول له ادفع هذا المبلغ على أقساط. لأ، في حاجة اسمها وحدة الدين أو وحدة المبلغ على الكمبيالة، يجب أن يكون بشكل قاطع. عشان كده المشرع أو من أجل هذا اشترط المشرع السعودي أن يكون المبلغ مكتوب بطريقة واضحة لا لبس فيها، وأن يكون أمر الدفع غير معلق على شرط، مثل شرط دفعه في أقساط، وبالتالي أقساط ربما يكون هناك أيضا تواريخ وهكذا. من البيانات التي يتعين أو الإلزامية التي يتعين توضيحها في الكمبيالة اسم المسحوب عليه. اسم المسحوب عليه اللي هو هيوفي أو هيسدد للمستفيد المبلغ المذكور في الكمبيالة، وغياب اسمه هذا البيان يفقد الورقة صفتها ككمبيالة. وارجع لصفحة 194 هتلاقي هذا الكلام. أمال ماذا سيحدث؟ هنقول في حالة إغفال ذكر اسم المسحوب عليه ما سيترتب على الكمبيالة بعد قليل. خليها في موضعها عشان نمشي بالتسلسل. يبقى ذكر اسم المسحوب عليه مهم. من هو المسحوب عليه؟ هو المدين للساحب، والذي سيوفي بمبلغ الكمبيالة للمستفيد. طيب غيابه بيترتب عليه؟ بيفقد صفتها ككمبيالة، إنما يكاد يرتب صفة أخرى هقول لك عليها بعد قليل. كمان ميعاد الاستحقاق، المفروض إن أنا بقول له ادفع لفلان في تاريخ كذا هذا المبلغ، اللي هو ميعاد الاستحقاق، وده بيعتبر من البيانات الأساسية. لماذا؟ لأن بحدد مواعيد الاحتجاج بعدم الدفع والرجوع على الموقعين. يعني حضرتك لما يكون معاك كمبيالة من أحد أعطاها لك إن أنت لك دين عنده، فبالتالي بتتوجه إلى المدين أو المسحوب عليه اللي هيوفي لك بالمبلغ المذكور في الكمبيالة. ماذا سيحدث؟ إذا وفى هذا خير، وإذا لم يوفي يبقى أنت عرفت من تاريخ ما ذهبت إليه وأطلعته على الورقة ولم يوفي، تقدر أنت تحتج عليه، وخصوصا بعد ميعاد الاستحقاق. يعني بيقول لك ماذا ستذهب إليه، وإذا وفى فلا مشكلة، وإذا لم يوف بتقدر تحدد تواريخ أو الرجوع عليه أو على الموقعين أو على المظاهرين. طب إذا خلت الكمبيالة من بيان موعد الاستحقاق، ماذا فعل المشرع السعودي؟ قال لك إن تكون الورقة واجبة الاطلاع، واجبة الوفاء أو الدفع بمجرد الاطلاع عليها. إذا خلت الكمبيالة من ميعاد الاستحقاق يكون موعد استحقاقها بمجرد اطلاع. ما هو الاطلاع؟ إنك أنت تاخدها وتروح للمدين أو الهند أو المسحوب عليه في الكمبيالة علشان يطلع عليها. ويجب أن يتضمن الصك تاريخ استحقاق واحد طبعا، وإلا فقد قيمته كورقة تجارية. يبقى لازم المبلغ يكون واحد كما سمعنا أو فهمنا، وكذلك تاريخ استحقاق واحد. ويجب عدم تجزئة المبلغ للوفاء به على أقساط على ذات الصك بتواريخ متعاقبة لمخالفة ذلك لنظام الصرف. قد يقول قائل على ذات الصك يعني ممكن نجزئ المبلغ أو الوفاء بالكمبيالة في ورق خارج أو ملحق على الكمبيالة،
والله هي الكمبيالة لابد أن تحافظ على شكلها كورقة تجارية الذي تطلبه القانون، إنما إذا اتفق المستفيد مع المسحوب عليه إن هم يعملوا أو يسددوا الكمبيالة بين بعضهم على أقساط فهذا شأنهم، ولكن المفروض أن الكمبيالة تحافظ على وحدتها الذاتية ككمبيالة، ويجب عدم تجزئة المبلغ للوفاء به على أقساط على ذات الصك بتواريخ متعاقبة لمخالفة ذلك للنظام الصرف. كمان وتاريخ الاستحقاق قد يكون بعد مدة معينة، شكله بيتكتب ازاي على الكمبيالة؟ قد يكون بعد مدة معينة من الاطلاع، ادفعه لأمر أو ادفعه بعد شهر من الاطلاع، وقد تكون مستحقة الوفاء في تاريخ محدد، ادفعه في أول يناير 2016 المبلغ الفلاني وهو الغالب، وعادة هو ده اللي بيتم تدوينه على الكمبيالة في التعامل أو في التعاملات بالكمبيالة، بيحدد له تاريخ معين، ادفع في تاريخ كذا. مكان الوفاء بالكمبيالة، ينص القانون على ذكر مكان الوفاء، وعادة تلتقي اللي بيحرر الكمبيالة بيبقى كاتب مثلا في جنب اسم المسحوب عليه أو الساحب نفسه، يكتب جنب اسمه الرياض، الدمام، بتبقى باينة كده كلام يشير إلى المكان بتاع الوفاء أو مكان التحرير. فعادة مكان الوفاء بينص القانون على ذكر مكان الوفاء، فإذا لم يذكر في الصك يعتبر موطن المسحوب عليه بمثابة مكان الوفاء. لماذا موطن المسحوب عليه؟ لأن المستفيد من الكمبيالة حينما يتحصل عليها من الساحب بيتوجه إلى موطن المسحوب عليه، فطالما أنتم ما ذكرتوش محرر الكمبيالة ما ذكرش أو لم يذكر في الكمبيالة، يبقى طبيعي من باب التسهيل على المستفيد، لأن هو كده كده سيتوجه إلى المسحوب عليه، فيعتبر موطن المسحوب عليه بمثابة مكان الوفاء بقيمة الكمبيالة. ويجب أن يذكر موطن المسحوب عليه بجوار اسمه على الصك في هذه الحالة عشان يعرف يروح له أو يذهب إليه، وغالبا ما يكون موطنه معروفا إذا كانت شركة مشهورة أو شركة معروفة. يبقى مكان الوفاء المفروض القانون بيقول يتحدد في الكمبيال، إذا لم يحدد يكون موطن المسحوب عليه. العبارة واضحة وسهلة. بعد كده من البيانات التي يجب أن تتضمنها الكمبيالة تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة، وخلي بالك من جزئية التاريخ والمكان لأنهم مهمين جدا جدا في بعض الموضوعات والأوقات. هنشوف كده تاريخ الكمبيالة. تاريخ تحرير الكمبيالة من البيانات الهامة لتحديد أهلية محرر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا عارفين إن إحنا لما كنا بندرس في الشروط الموضوعية للكمبيالة وقلنا الأهلية، ويجب أن يكون محرر الكمبيالة عنده 18 أو بلغ 18 سنة هجرية كاملة، وبالتالي يجوز له أن يبرم التصرفات، أو إذا كان أقل من هذا ومأذون له من المحكمة بممارسة هذا العمل يبقى كده يعتبر أهليته كاملة. من أجل هذا إذا ادعى أحد أن محرر الكمبيالة ناقص الأهلية أو عديم الأهلية، برجع لتاريخ تحرير الكمبيالة وأبدأ أحسب تاريخ من تاريخ ميلاده حتى تاريخ التحرير، فالعبرة هنا إيه؟ باكتمال الأهلية في تاريخ تحرير الكمبيالة. علشان كده بنقول نخلي بالنا إن تاريخ التحرير الكمبيالة مهم في تحديد الأهلية، على أساس إن أنا بحسب أهلية محررها، وخلي بالك ينطبق الكلام أيضا على مظاهرها اللي هو بينقل الحق لمستفيد آخر. فهنا بيفيد تاريخ التحرير إلى الوقوف على مدى توافر أهلية محرر الكمبيالة من عدمه. وفي أمر آخر هام جدا، إذا ما صدرت هذه الكمبيالة في فترة الريبة في حالة الإفلاس، خلي بالك أوي من هذه الجزئية لأنها مهمة عمليا وعلميا. بمعنى إيه؟ إن بعض التجار قد يرفع عليه قضية أو يطلب السير في إجراءات شهر إفلاسه نظرا لتوقفه عن سداد أو الوفاء بالتزاماته أو ديونه التجارية. فبيحصل إيه؟ حينما يستشعر التاجر هذا فيبدأ
ومن المعلوم طبعا او احنا عارفين ان بمجرد ما تتخذ هذه الاجراءات في مواجهة التاجر ان بيبدأ ممكن يتم التحفظ على امواله بمعرفة مدير التفليسة، ويبدأ يجرد امواله علشان طبعا او من اجل سداد الدائنين اللي طلبوا شهر افلاسه، وبالتالي فبيضع يده على كل ما له من ارصدة وبضاعة وخلافه او حتى ارصدة في البنوك، وبيبدأ يتابع كمان مدينيه مديني التاجر المفلس عشان يحصل ما عندهم من الديون ويحطه في مبلغ التفليسة ليسدد الدائنين بتوع التاجر المفلس. احيانا بقى بيعمل حاجة في فترة كده اثناء البدء في السير في اجراءات شهر افلاس التاجر، بنسميها فترة الريبة. معنى فترة الريبة ان تكون تصرفات التاجر في هذه الفترة محاطة بشكوك ان هو عايز يتصرف في امواله، بحيث لما يجي مأمور التفليسة يضع يده على أقل حاجة ممكنة أو لا يجد أشياء، فيبدأ في فترة الربا. ماذا يعمل التاجر المفلس أو اللي هيتخش على إجراءات الإفلاس؟ إن هو يحرر كمبيالات لأقاربه وأصدقائه ومعارفه حتى يتخلص من هذه الأموال قبل أن توضح تحت يد أو تغل يده بوجود مدير التفليسة. فبرجع أنا أحسب من تاريخ تحرير الكمبيالة إلى بدء إجراءات شهر إفلاسه، هل الكمبيالات دي تم تحريرها في فترة الريبة؟ يكون دليل على سوء نية التاجر المفلس. يبقى أنا خلصت من جزئية التاريخ في حاجتين: الوقوف على تحديد أهلية محررها وتمامها وكمالها، وكمان إن أنا أقدر أحكم على تصرفات التاجر في فترة الريبة إذا كانت صدرت هذه الكمبيالات لإخفاء أمواله أم لا. وتحديد موعد استحقاق الكمبيالة أيضا، تاريخ الإصدار الكمبيالة ده بيفيدني في تحديد موعد الاستحقاق إذا كان بعد فترة معينة منهم. زي لو احنا شفنا في الشريحة السابقة كده، وتاريخ الاستحقاق قد يكون بعد مدة معينة من تاريخ، يقول عشان كده نقول ايه، ان احنا بيتحسب التاريخ ده من تاريخ تحرير الكمبيالة، ادفعوا له بعد شهر. بعد شهر من ماذا؟ من تاريخ تحرير الكمبيالة. يبقى احنا عرفنا ان تاريخ تحرير الكمبيالة مهم جدا في ثلاثة اشياء: الاهلية، فترة الريبة، حساب موعد الاستحقاق اذا كان بعد فترة معينة هيكون منين يحتسب هذه الفترة؟ من تاريخ تحرير الكمبيالة. اعتقد دول ثلاث نقط مهمين وممكن جدا يكونوا موضع سؤال او استفسار. والتاريخ يكتب بالحروف او بالارقام في اي مكان على الصك. ساعات بيبقى في النموذج كده مكان موجود للتاريخ، تكتب في هذا المكان او على اي مكان في الصك تحريرا في كذا، المهم يكون هناك تاريخ يدل على موعد تحرير الكمبيالة. وعدم صحة التاريخ، لو الواحد كتب التاريخ خطأ او سهوا، يعني بدل ما يكتب شهر 2 كتب شهر 3، كتب اي شهر، فهذا لا يؤثر على صحة الكمبيالة. شرط ألا يخفي صورية. صورية إيه بقى؟ الأهلية أو الريبة. يعني أنا ممكن أأخر تاريخ الكمبيالة لأن محررها قدامه شهر أو 2 لبلوغ الأهلية. لأ، هنا يبقى لا، التاريخ هنا يكتسب أهمية. أو فترة الريبة، إن يعمل الكمبيالة بتاريخ سابق على فترة الريبة على أساس إن هو يتمكن من التخلص من أمواله. يبقى عدم صحة التاريخ لا يؤثر على صحة الكمبيالة، أي تظل الكمبيالة صحيحة إذا لم يكن هناك مشاكل خاصة بالأهلية أو بفترة الريبة. وبالنسبة للمكان الكمبيالة، مكان الكمبيالة شرط المشرع السعودي ذكره، تكتب جنب الاسم كده الدمام، الرياض، الكلام. فإذا تضمنت الكمبيالة عنصرا أجنبيا يبقى هنا بيكون مكان تحرير الكمبيالة شديد الأهمية. فإذا تضمنت الكمبيالة عنصرا أجنبيا لتحديد تنازع الاختصاص حيث يطبق قانون دولة الإصدار، وإذا خلت من ذكره اعتبر مكان الساحب والمبين بجوار اسمه. إيه معنى الكلام ده ومعنى الاختصاص أو قواعد الاختصاص أو تنازع الاختصاص؟ في حاجة في القانون اسمها تنازع الاختصاص. تنازع الاختصاص حينما اي تصرف قانوني
بيكون بين طرف وطني وطرف أجنبي، بيبقى وتثار نزاع حول هذا التصرف أو تنفيذ بنود العقد المترتب عليه، بيحصل نوع حاجة اسمها تنازع الاختصاص. سنطبق دولة من؟ يعني لو تخيلنا حتى بلاش الكمبيالة، حتى في مسائل الزواج والبيع والشراء، فحد لو خدنا على سبيل المثال في مسائل الزواج وحرر عقد زواج بين مواطن سعودي ومواطن آخر أو مواطنة إنجليزية، وبالتالي ده من جنسية مختلفة وهذا من جنسية مختلفة، فبالتالي إذا حدث نزاع حول تنفيذ بنود عقد الزواج، من هي المحكمة المختصة؟ هل المحكمة السعودية والقانون السعودي أم المحكمة الإنجليزية والقانون الإنجليزي؟ هنا المشرعين أو الاتفاقيات الدولية في تنازع الاختصاص عادة بيبقى في بينهم نوع من الاتفاق في ظل اتفاقيات، أو حتى في حالة عدم وجود اتفاقيات تلتقي قانون الدولة بينص، يقول مثلا دولة العقد أي الدولة التي حرر فيها العقد. فإذا كان العقد الزواج محررا في إنجلترا هيكون المختص إنجلترا والمحكمة الإنجليزية، وإذا كان العقد حرر في وهكذا. قس ذلك على الكمبيالة، فإذا كان الكمبيالة فيها عنصر أجنبي يبقى هنشوف الاختصاص ينعقد لدولة الإصدار أي الدولة التي صدرت فيها الكمبيالة. طب وإذا خلت من ذكر المكان اعتبر مكان الساحب والمبين بجوار اسمه، الساحب اللي هو بيحرر الكمبيالة. يبقى من النقاط المهمة التاريخ والمكان. التاريخ له ثلاثة أهمية اللي هي الأهلية، فترة الريبة، احتساب موعد الاستحقاق إذا كان بعد فترة من تاريخ التحرير، وكذلك المكان يجب نصه لتحديد وحزم نواة عملية تنازع الاختصاص. من البيانات الهامة أيضا في الكمبيالة توقيع الساحب، وخلي بالك بقى من توقيع الساحب ده لأنه هو شديد الأهمية، حيث اشترط القانون أن يكون توقيع الساحب اللي هو بيحرر الكمبيالة اللي هو أول خطوة على الكمبيالة بشكل واضح ومقروء، وهو شرط بديهي لأنه هو الذي ينشئ الكمبيالة، وهو من البيانات الإلزامية، وإلا فقدت الورقة قيمتها القانونية، لا يكون لها أي قيمة الكمبيالة، لا تثبت أي حق ولا لها أي قيمة. وقد يكون بخط اليد ما فيش مشكلة، أو بالختم إذا كان لا يقرأ ولا يكتب، أو ببصمة اليد أيضا، وقد ينوب عنه شخص آخر كمدير الشركة في الشركات الكبرى، وضع طبيعي. ونظرا للمشاكل التي يثيرها عدم وضوح توقيع الساحب، وضع المشرع السعودي نظام جزائي مدني في حالة التوقيع بطريقة غير واضحة، ويعتبر التوقيع كأن لم يكن ويبطل الصك. طبيعي أي ورقة في الدنيا بتتضمن التزام إذا لم يوقع المقر بهذا الالتزام فلا قيمة للورقة، بلاش حتى الأوراق التجارية. فعشان كده الساحب اللي بيحرر الكمبيالة الذي له دين عند شخص آخر اللي هو هيبقى المسحوب عليه، فبيعطي كمبيالة للمستفيد إذا لم يوقع عليه فلا قيمة ويبطل الصك ولا يرتب أي حقوق في مواجهة أي شخص. نشوف بقى البيانات الإلزامية في حالة غياب بيان من تلك البيانات التي نص القانون على ضرورة توضيحها أو كتابتها على الكمبيالة، ماذا سيحدث للكمبيالة؟ في حالة بتتحول فيها الكمبيالة إلى سند مدني، يعني إيه سند مدني؟ يعني مش السند كورقة تجارية، لا، مستند أو ورقة مدنية بتثبت حق. متى؟ في حالة تخلف أحد البيانات الإلزامية مثل شرط الإذن أو الأمر، وتخرج الكمبيالة من دائرة الأوراق التجارية. يبقى تتحول الكمبيالة، خلي بالك بقى من التعبيرات دي، تتحول الكمبيالة إلى سند مدني في حالة تخلف الإذن أو الأمر. ما احنا لما بنيجي حال الساحب يحرر الكمبيالة بقول ادفعوا لأمر أو ادفعوا لإذن كذا، فإذا تخلف الكلمتين دول هتبقى مجرد ورقة مدنية. يعني ايه ورقة مدنية؟ تثبت الحق بتاع المستفيد تجاه الساحب
بشكل مدني وليس تجاري، ولا يمكن تداولها بالطرق التجارية اللي احنا هنشرحها لكم بعد دقائق. وتخرج الكمبيالة من دائرة الأوراق التجارية. طيب الحالة الثانية، تتحول الكمبيالة إلى سند إذني إذا تخلف اسم المسحوب عليه، لأن أنا لما أجي أشرح لحضرتك بعد قليل السند الإذني، لأن هو بين شخصين، بين دائن ومدين، بقول له ادفعوا لأمر فلان كذا في تاريخ كذا، يبقى ما فيش مستفيد، خلاص. يبقى إذا الكمبيالة لما أنت نسيت اسم المستفيد أو اسم المسحوب عليه، بالتالي هيتحول إلى سند إذني. يبقى تتحول الكمبيالة إلى سند إذني في حالة تخلف أو عدم ذكر اسم المسحوب عليه في الكمبيالة. الحالة الثالثة، قد تتحول الكمبيالة إلى سند مدن وليس تجاري قابل للتداول بالطرق التجارية متى توافر فيها شرط الإذن أو الأمر. دي حالة غريبة شوية، أن تتحول الكمبيالة إلى سند مدني قابل للتداول بالطرق التجارية إذا توافر الكلمتين دول. كمان بطلان الكمبيالة كتصرف قانوني في حالة إذا ما توافرت البيانات الإلزامية التي نصت عليها المادة 1 من نظام الأوراق التجارية، وتبطل ككمبيالة وكسند مدني إمتى؟ في حالة تخلف توقيع الساحب أو خلت من المبلغ. يبقى في حالة ما فيش ساحب موقع أو ما فيش مبلغ على الكمبيالة، بتبطل ككمبيالة. طبعا الكمبيالة كورقة تجارية أو الأوراق التجارية كلها بصفة عامة لها طرق تداول، ومعروف طرق التداول بتاع الأوراق التجارية هما له صورتين، عن طريق التظهير وعن طريق التسليم أو المناولة. الطريقة الأولى تداول الكمبيالة عن طريق التظهير، لما كل الكمبيالة مكتوبة باسم، مكتوب فيها اسم المستفيد، ادفعوا لأمر فهد خالد مبلغ كذا. فطالما أنا كتبت اسم المستفيد في الكمبيالة، يستطيع هذا المستفيد المذكور اسمه في الكمبيالة أن هو على ظهر الكمبيالة يظهرها لشخص آخر بكتابة اسمه على ظهر الكمبيالة. عشان كده بنسميه التظهير، كتابة إلى أن هو يحول حقه في الكمبيالة إلى شخص آخر. ده من هو المستفيد الذي ذكر اسمه في الكمبيالة، يستطيع على ظهر هذه الورقة أن هو يظهرها لشخص آخر. وكلمة التظهير ده هنا متخذة من فكرة أنك أنت بتنقل الحق في الكمبيالة بذكر اسم شخص آخر على ظهر الورقة. الحالة الثانية، في حالة التسليم والمناولة، يبقى تتداول الكمبيالة بحالة التسليم بطريقة التسليم والمناولة متى؟ إذا كانت لأمر لحاملها، إذا كانت الكمبيالة محررة لحاملها، فبالتالي من يحملها يكون صاحب الحق في المبلغ الموجود أو المدون في الكمبيالة، وبمجرد ما بتسلمه أو يحصل مناولة بينتقل الحق. يبقى احنا عرفنا طريقة التظهير عندما يكون في اسم المستفيد موجود مذكور في الكمبيالة، أما إذا كانت لحاملها الورقة التجارية أو الكمبيالة، فيكون التداول بتاع الكمبيالة من خلال عملية التسليم أو المناولة. وفكرة التسليم والمناولة كلمة واحدة، ما همش حاجتين يعني. بعد كده من النقاط الهامة أيضا في التعامل مع بالكمبيالة، لازم يكون في ضمانات للوفاء بالكمبيالة، بحيث أن المستفيد من الكمبيالة يضمن الحصول على مقابلها، فيجب أن يكون مقابلها موجود أو مقابل الكمبيالة موجود في موعد استحقاق. يجب أن يكون مقابل الكمبيالة موجود في موعد استحقاق. كمان يجب أن يكون مبلغا من النقود، ما روحش ألاقي بضاعة، ما روحش ألاقي شيء آخر. علشان كده لما كنا بنعرف الكمبيالة أو الورقة التجارية أو القانون بيشترط بنود معينة تذكر فيها، من ضمنها المبلغ، أي أن يكون نقديا. كمان أن يكون مقابل الوفاء غير متنازع عليه بين الساحب والمسحوب عليه، لأن احنا طبعا عارفين، احنا عارفين
ان الكمبيالة بتحرر من شخص اللي هو الساحب للمستفيد، فليذهب المستفيد الى المسحوب عليه باعتبار ان المسحوب عليه اصلا مدين لساحب الكمبيالة اللي حررها بداءة، فيجب ان يكون الدين اللي بينهم غير متنازع عليه، يبقى يجب ان يكون مقابل الوفاء اللي موجود في الكمبيالة اللي هو بيمثل الدين اللي عند المسحوب عليه، ما يكونش بينه وبين الساحب اي منازع حواليه، يكون خاليا من المنازعات، حيث يذهب المسحوب عليه فليحصل على هذا المقابل. كمان ان يكون دين الساحب لدى المسحوب عليه على الاقل مساويا لمبلغ الكمبيالة، يبقى مقدار الدين المستحق للساحب لدى المسحوب عليه ان يكون مساويا لمبلغ الكمبيالة على الاقل او يزيد عنه. يبقى احنا عرفنا طرق التداول بالتظهير اذا كان الكمبيالة محررة موضح فيها اسم المستفيد، واذا كان الكمبيالة لحاملها يتم بطريق المناولة، وقلنا الضمانات ان يكون موجود مقابلها موجود في موعد الاستحقاق. خلي بالك اللي يكون موجود موعد الاستحقاق مش شرط يكون موجود قبله، يعني مثلا لو انا واخد كمبيالة كمستفيد من احد الاشخاص وقال لي بعد شهر هتستحق او في 1 مارس 2015، مش بالضرورة ان يكون مقابلها موجود عند المسحوب عليه، لا، المهم يكون فين؟ في موعد الاستحقاق. ان يكون المبلغ من النقود، ان يكون مقابل الوفاء غير متنازع عليه، ان يكون الدين او مبلغ الكمبيالة اللي موجود عند المسحوب عليه يجب ان يكون مساويا على الاقل لمبلغ الكمبيالة، اما اذا كان زائدا فلا مشكلة، انا هاخد الحق اللي موجود في الكمبيالة. بعض النماذج كده مع بعض عشان برضو نتعود على الأسئلة أو العبارات. العبارات دي صحيحة أم خطأ؟ عدد أشخاص الكمبيالة 3، ويشترط أن يكونوا أشخاصا طبيعيين. طبعا طبيعي أن عدد الأشخاص الكمبيالة 3، الساحب والمسحوب عليه والمستفيد، ولكن يشترط أن يكونوا أشخاصا طبيعيين. الشخص الطبيعي اللي هو زي وزيك إنسان يعني، ولا ممكن تكون شركة وبتكتسب صفة التاجر، أو شركة تعمل كمبيالة على نفسها؟ لا طبعا عبارة خطأ، هي صحيحة في الجزء الأول إن عدد أشخاص الكمبيالة 3، بس ما يشترطش أن يكونوا أشخاص طبيعيين، ممكن يكونوا أشخاص اعتباريين أو أشخاص معنوية كشركات أو المؤسسات أو الكلام ده كله. طيب الكمبيالة المجاملة تكون باطلة لعدم مشروعية السبب، صح؟ لان ما فيش سبب اصلا لتحريرها، ده هم عاملينها مع بعض الساحب والمسحوب عليه والساحب والمسحوب عليه عشان الاضرار بالمستفيد. العبارة رقم 3، عدم ذكر كلمة كمبيالة على الصك يخرجه من نطاق تطبيق احكام الاوراق التجارية. طبعا احنا قلنا الكلام ده صحيح، يجوز كمان ان يتضمن الكمبيالة مبالغ متفرقة تسدد على اقساط في تواريخ مختلفة. لا خطأ، لا يجوز، لان احنا قلنا يجب ان يكون الامر بدفع او الوفاء بمبلغ الكمبيالة غير معلقا على شرط، وقلنا لان الكلام ده بيخالف قواعد الصرف. تتحول الكمبيالة الى سند مدني في حال التخلف احد البيانات الالزامية مثل شرط الاذن او الامر، وتخرج من دائرة الاوراق التجارية. طبعا احنا شرحنا الكلام ده. تتحول الكمبيالة إلى سند إذني إذا تخلف اسم المسحوب عليه. كمان عبارة صح أم خطأ؟ طبعا العبارة صحيحة. طبعا نرجع الكلام، أنا سايب لك الأسئلة من غير حلول على أساس إن أنت تفكر، وإنك أنت لو في حاجة تبقى تسأل فيها، وعلى أساس إن ممكن نقدر نستعين بهذه العبارات في بعض الاختبارات أو تغيير بعض مضامينها وهكذا. قد تتحول إلى مستند مدني قابل للتداول التجارية متى توافر فيها شرط الأمر أو الإذن. العبرة بتاريخ استحقاق الكمبيالة في الوقوف على أهلية محررها. شوف كده، هو تاريخ الاستحقاق أم تاريخ التحرير؟ يبقى أرجع للشرح. كذلك إذا ما توافرت البيانات الإلزامية التي نصت عليها المادة 1
من نظام الأوراق التجارية، تبطل الورقة ككمبيالة وتبطل وكسند مدني مستحال التخلف توقيع الساحب أو المبلغ. طبعا الكلام ده كلنا درب نفسك على هذه الأسئلة، واللي أنت مش عارفه ارجع للشرح أو ارجع للشرائح أو السلايدات، شوف الإجابة الصحيحة هتكون إيه، وابذل مجهود على أساس إنك أنت لما تنتقل من مكان إلى مكان عشان تبحث عن الإجابة أعتقد إنك حتى إنك متذكرها إن شاء الله. إذا خلت من بيان موعد الكمبيالة من موعد ميعاد الاستحقاق، اعتبر المشرع السعودي الكمبيالة واجبة الدفع بمجرد الاطلاع. يجب أن يتضمن الصك تاريخ استحقاق واحد وإلا فقط قيمته كورقة تجارية. تجزئة مبلغ الوفاء المطلوب الوفاء به على أقساط على ذات الصك بتواريخ متعاقبة جائز ولا يخالف نظام الصرف. أعتقد الإجابات على ضوء ما شرحنا ستكون واضحة تماما. اختر الإجابة الصحيحة. من ضمانات الوفاء بالكمبيالة أن يكون مقابلها موجودا عند الاستحقاق، أن يكون مبلغ من النقود، أن يكون مقابل الوفاء غير متنازع عليه. كل ما ذكر طبعا أكيد أنت تتذكر الإجابة. بعد كده أعزائي الطلاب سننتقل إلى الورقة التجارية الثانية اللي هي السند لأمر، وأنا شاير لك إن هذا الموضوع في الكتاب المقرر صفحة 293. هو إيه، ما هو السند لأمر؟ تعريفه فقهيا، إنما قلنا زي ما قلنا إن القانون أو المشرع السعودي لم يضع تعريفا، فالسند لأمر أو السند الإذني المعنى واحد، صك مكتوب وفقا لبيانات محددة نظاميا، يتضمن تعهد من مين؟ من الشخص الذي يحرره بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لشخص يسمى الدائن. يعني في مدين بيكتب على نفسه ورقة للدائن متضمنة مبلغ من النقود هيدفع في معاد معين أو قابل للتعيين. يبقى هنا أشخاص، عدد أشخاص السند اثنان. خلي بالك بقى لأن الكمبيالة ثلاثة والسند اثنان، ما فيش هنا مستفيد بينهم، لا هو الدائن بيكتب للمدين ورقة بيتعهد فيها ان هو هيديله مبلغ من النقود في تاريخ معين. سهل جدا وما فيش فيه اي مشكلات اطلاقا السند لأمر. علشان كده احنا كنا بنقول لما كنا بنشرح في الكمبيالة وبنقول اذا خلت الكمبيالة من اسم المسحوب عليه وبقت بين اتنين بس بتتحول الكمبيالة الى سند اذني، على ان هما شخصين اللي هما المدين والدائن. لان في حقيقة الامر ان الكمبيالة وضع المستفيد فيها بالنسبة للساحب اللي هو محرر الكمبيالة بالضبط دائن ومدين، فبالتالي بتتحول الكمبيالة الى سند اذني. يبقى عدد اشخاص السند الاذني اثنان وعدد اشخاص الكمبيالة ثلاثة. وإذا خالت الكمبيالة من اسم المسحوب عليه تحولت إلى سند إذني. فبيقول تختلف الكمبيالة، يختلف عن الكمبيالة اللي هو السند الإذني، يعني يختلف عن الكمبيالة أنه لا يتضمن سوى شخصين هما المحرر المستند والمستفيد، أما الكمبيالة ثلاثة أشخاص. بعد كده بنقول يجب أن تتوافر ذات الشروط الموضوعية في الكمبيالة. وأنا بنبه وبذكر أبنائنا الطلاب إن الشروط الموضوعية الرضا والمحل والسبب والأهلية، الأربعة دول شروط في كل التصرفات القانونية أيا كان شكلها، مش شرط التجارية، في عقود البيع، في الإيجار، في كذا. فدي الشروط الموضوعية ديت يجب أن تتوافر. اللي احنا شرحناها في الكمبيالة هي اللي موجودة في السند، هي اللي موجودة في الشيك، هي اللي موجودة في عقود الإيجار، هي اللي في جميع التصرفات القانونية. يجب أن يكون هناك الرضا، وقلنا طبعا الرضا الخالي من العيوب، والمحل الممكن، والسبب المشروع، والأهلية اللي هي 18 سنة في كل التصرفات القانونية، من ضمنها الكمبيالة، ومن ضمنها أيضا السند، ومن ضمنها أيضا الشيك. عشان ما نكررش الكلام والشرح يبقى أنت تقدر ترجع
لما قيل في الكمبيال. وشروط الشكلية أيضا هي الكتابة مثل الكمبيالة تماما، بس خلي بالك الكتابة هنا مختلفة شوية وهتبقى مختصرة شوية على أساس أن عدد الأشخاص في السند أقل من الكمبيالة. فبقول يجب أن يتضمن بيانات هي عبارة سند لأمر، يبقى كان هناك في الكمبيالة بيقول إيه كمبيالة، ويكون موجود على الصك أيضا بتاع السند. كمان يجب أن يتضمن المبلغ ويكون غير معلقا على شرط بالضبط كما شرحنا في الكمبيالة، وتاريخ الاستحقاق ومكان الوفاء واسم المستفيد اللي هو الطرف الثاني ومكان وتاريخ الإصدار وتوقيع محرره. وخلي بالك بقى أهمية برضو التاريخ والمكان، نفس الكلام هنا، نفس تاريخ الإصدار أو التحرير للسند مهم أيضا لمعرفة الأهلي ولمعرفة ظروف الإفلاس ولمعرفة بالضبط مثل الكمبيالة، الشرح مثلها تمام. وبقى لازم يوقع التحرير، المحرر بتاع السند لازم يوقع يكون موجود على السند. طب إذا خلى السند من موعد الاستحقاق يكون الوفاء به عند الاطلاع كالكمبيالة تماما إذا خلت أيضا. كمان إذا خلى من مكان الوفاء يكون موطن محرره. خلي بالك بقى من الجزئية دي، احنا لما قلنا في الكمبيالة إذا خلت من مكان الوفاء يكون مكان الوفاء هو موطن المسحوب عليه، لأن المستفيد من الكمبيالة هيذهب إليه، فطبيعي مادام أنتوا ما كتبتوش هذا أو أغفلتوا هذا البيان يبقى لتسهيلا على المستفيد بنخلي إن موطن أو مكان الوفاء في الكمبيالة عند المسحوب عليه. طيب هنا بقى في السند لأمر هو بين شخصين، المحرر السند والمستفيد. طب إذا أغفلته مكان الوفاء يبقى في المكان اللي موجود فيه المحرر تسهيلا، يعني في يعني لو تقدر تقول إن ما إذا عدم ذكر مكان الوفاء يبقى مكان الوفاء بالكمبيالة أو السند عند الشخص الذي سيقوم بالوفاء اللي عنده في ذمته المبلغ. هو مين في الكمبيالة؟ هو المسحوب عليه. ومن في السند؟ هو محرره. هذه قاعدة سهلة على أساس إن احنا نبقى فاهمين في حالة خلو الورقة من موطن محررها أو من مكان الوفاء. فإذا خلى من مكان الوفاء يكون موطن محرر، وإذا خلى من مكان الإصدار يكون موطن محرره المكتوب بجانب اسم تاريخ الإصدار اللي هو بيحدد لنا إيه الأهلية وفترة الريبة وإذا كان هناك طرفا أجنبيا، نفس الأهميات اللي موجودة أيضا في الكمبيالة. نخلي بالنا بقى من الشيك كورقة تجارية، لأن أمر هذا الورقة هام جدا في الناحية العملية. الشيك، الشيك عندنا في الكتاب المقرر علينا صفحة 297، فمن فضلكم أبناء الطلاب هتلاقي عندك تعريف الشيك هو محرر مكتوب، ياريت تبقى تغيرها وتكتبها أن الشيك صك مكتوب، بدل كلمة محرر مكتوب تكتب الشيك صك مكتوب، أو تعتمد على التعريف اللي موجود أمامك. فالشيك هو صك مكتوب وفقا لأوضاع استقر عليها العرف التجاري، يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب أو المحرر إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه، غالبا يكون بنك، بأن يدفع مبلغا معينا من النقود لدى الاطلاع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامله اللي بنسميه المستفيد. خلي بالك الكمبيالة قلنا أنها ثلاث أشخاص، والسند لأمر أو السند الإذن شخصان فقط، الشيك ثلاثة، بس الفرق بين الثلاثة في الكمبيال والثلاثة في الشيك أشخاص أن هنا في شخص معنوي غالبا هو البنك أو شخص اعتباري، وده الفرق الجوهري بين ثلاث أشخاص في الكمبيالة والثلاث أشخاص في الشيك.
يبقى الشيك صك مكتوب وفقا لأوضاع استقر عليها العرف يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب اللي هو المحرر إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه هنا بنك بأن يدفع مبلغ لشخص آخر ثالث عند الاطلاع أو لأمره بنسميه المستفيد. ودي نموذج قدامك للشيك رسمه قدامك اهيت، هتلتقي المبلغ بيتكتب هنا ومسحوب على مؤسسة النقد السعودي، ادفعه لأمر كذا للسيد فلان أو لحامله، يا إما نكتب الاسم يا إما نكتب لحامله ونشطب كذا على أساس يبقى فيه مستحق واحد لهذا المبلغ. مبلغ كذا هو يكتب بالحروف وكذا وإمضاء أو توقيع الساحب. يبقى ثلاث أشخاص، الساحب أو المحرر، المسحوب عليه البنك، والمستفيد شخص ثاني. نفس الكلام، يجب أن يتوافر في الشيك الشروط الموضوعية ذاتها المطلوبة في الكمبيالة والسند، الرضا الخالي من العيوب والمحل والسبب من حيث ممكنا ومشروعا، والأهلية وقت إصدار الشيك 18 سنة هجرية. وبعد كده هنقول الشروط الشكلية. يعني انت تلاحظ كده ان في الثلاث اوراق شروط موضوعية وشروط شكلية، الشروط الموضوعية واحدة والشروط الشكلية الكتابة، بس الكتابة هنا بتضيق وتتسع حسب عدد الاشخاص. فهنشوف بقى الشروط المطلوبة في الكمبيالة في الشيك، نفس الشروط المطلوبة في الكمبيالة من حيث كتابة اسم المستفيد واسم المسحوب عليه اللي هو البنك يعني تحدده، واسم محررها وتوقيعه والكلام ده كله. ولكن بقى زيد على الكمبيالة والأوراق الأخرى أن الشيك كده له خصوصية، في دائما أحكام خاصة بالرصيد، وبيعمل الشيك أحيانا مشاكل عملية وقانونية كثيرة في حالة غياب الاشتراطات الخاصة بالرصيد بتاع الساحب في البنك. نشوف كده مع بعض الأحكام الخاصة بالرصيد ونركز كده مع بعض في الجزئية دي لأنها مهمة جدا عمليا وعلميا، ودي طبعا موجودة في الكتاب صفحة 305 تقدر ترجع لها أكثر تفصيلا. فالمفروض إن هو يكون المبلغ بتاع الشيك مبلغ من النقود أو مقابل الوفاء مبلغ من النقود، طبعا دي معروفة زي السند زي الكمبيالة، ويكون موجود عند سحب الشيك، ويكون جائز التصرف فيه، البنك يقدر يتصرف فيه ويديه لحامل الشيك أو للشيك أو صاحب الحق في الشيك، أن يكون مساويا على الأقل لمبلغ الشيك. هتلاقي الكلام ده موجود ومشروح في صفحة 305. إنما المشكلة متى تبدأ؟ في حالة عدم وجود رصيد بيرتب أو بيسبب مشاكل كثيرة جدا. المشرع السعودي وشأنه شأن كل النظم القانونية في العالم عمل جزاء في حالة عدم وجود رصيد، فبيقول في جزاء مدني بحيث يستحق المستفيد اللي هو صاحب الحق في الشيك أو حامله إن هو يرجع على الساحب لعدم تقديم الرصيد للمسحوب عليه البنك. في جزاء مدني، جزاء مدني كانت تترتب تعويضات عن تأخير المبلغ، يرتب بعض قيمة الشيك تظل موجودة ومستحقة إضافة إلى تعويضات أو مقابل تأخير صرف الشيك أو الكلام ده كله. بس خلي بالك هنا في الجزاء المدني بيرتب في حالة ما إذا كان الساحب اللي هو ساحب الشيك أو المدين بمبلغ الشيك اللي أعطاه للمستفيد عشان يروح يصرفه من رصيده في البنك لا يعلم عدم وجود رصيد. يعني مثلا لك أن تتخيل أن في تاجر كبير ممكن رصيده في الصباح يبقى مليون ريال في البنك، وعلى الساعة 12 الظهر رصيده يبقى زيرو، وبالتالي يعطي شيك لأحد دائنيه عشان يصرفه من البنك، فيتوجه الرجل إلى البنك لا يجد رصيد. هنا بقى أن الجزاء المدني لا، بيظل الشيك مستحق لحين وجود رصيد، ويقدر إذا حصل تأخير يوم 2-3 أسبوع يقدر حامل الشيك أو المستفيد يقدر يرجع على هذا الرجل إضافة إلى مبلغ الشيك بتعويضات عن ظروف التأخير أو إذا كان رتب له أضرار مادية أخرى. ده الجزاء المدني.
يبقى هنا في المثال ده عشان الجزاء يكون مدنيا، ان اللي ساحب الشيك رصيده في البنك يزيد ويقل. احنا عارفين العمليات التجارية ممكن في الصباح يكون الرصيد عالي، على بعد الظهر يكون رصيده زيرو، قبل نهاية عمل البنك الساعة 2 أو 3 مساء عصرا ممكن يوصل رصيده إلى 10 مليون ريال. فبالتالي دي طبيعة الأرصدة للناس الذين يقومون بأعمال تجارية تزيد حسب طبيعة العمليات وسرعتها والمبالغ محل هذه التصرفات أو المعاملات في نطاق العمل التجاري ده طبعا. ولكن المشكلة أين؟ أين المشكلة؟ المشكلة بقى إن الموضوع ما يبقاش جزاء مدني ويتحول إلى جزاء جنائي. يتحول المشكلة إلى جزاء جنائي، وفي كلنا نعرف وكل النظم القانونية في العالم كله وفي كل دول العالم في جريمة اسمها جريمة إصدار شيك بدون رصيد. إحنا قلنا في حالة الجزاء المدني أن الرجل لا يعرف، لأن رصيده متغير متحرك يزيد وينقص دون علمه بتفاصيل، لأنه لا يعلم من توجه للبنك ومن سحب شيك، من لأنه قد يكون صرف شيكات لناس آخرين كسر. إنما في الجزاء الجنائي بقى هنا، أو في جريمة شيك بدون رصيد، عشان ده طبعا هيبقى جزاء جنائي، فالعملية المشرع عادة بيضبط النص ويضبط الحالات التي تنطبق عليها جريمة إصدار شيك بدون رصيد. هنشوف بقى الجزاء الجنائي وشروط تطبيقه وحالاته. الجزاء الجنائي رصد القانون، القانون السعودي طبعا، عقوبة هي الحبس من مدة لا تزيد لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة 50,000 ريال أو إحدى العقوبتين في حالات الآتية. خلينا الأول كده مع النص. رصد عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات، يبقى القاضي ممكن يدي سنة 2 بحيث ان مقدار العقوبة لا يتجاوز 3 سنوات، وغرامة 50,000 ريال او احداهما، يعني ممكن يوقع الاثنين او واحدة منهم في حالات نص عليها نصا والنص دقيق. وخلي بالك بقى من التعبيرات والنصوص. الحالة الاولى سحب الشيك عمدا ليس له مقابل، خلي بالك من كلمة عمدا، يعني ساحب الشيك يعلم تماما أن ليس هناك رصيد وسحب الشيك متعمدا، وهو عارف أن الشيك ليس له مقابل وفاء في البنك، ملوش مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، يعني مقابل وفاء بالشيك اللي أنت بتسحبه على نفسك وانت بتديه لحد عشان يروح يصرفه من البنك، يجب ان يكون في البنك مقابل الوفاء وموجود ويكون قابل للسحب. يعني هو لو موجود وغير قابل للسحب هناك مشكلة ايضا. فعشان كده بنقول الحالة دي سحب شيك عمدا ليس له مقابل وفاء، قائم وقابل للسحب، كمان ان يكون مقابل الوفاء اقل قيمة من قيمة الشيك. يعني انت مدي شيك لواحد وانت عارف. الحالات دي كلها حالات فيها علم وفيها عمد، ان يكون مقابل الوفاء اقل من قيمة الشيك، يبقى على الاقل طبعا، لان احنا عارفين في الاوراق التجارية لازم وحدة المبلغ، ما يتجزأش او خد جزء وتبقى جزء، لا، ان يكون مقابل الوفاء اللي موجود في البنك في رصيد الساحب أقل من قيمة الشيك. الحالة جيم أو الثالثة من حالات جريمة إصدار شيك بدون رصيد، استرداد الساحب مقابل الوفاء بعد إصدار الشيك. يعني أنا أديت لحضرتك شيك وبعدين سحبت رصيدي من البنك بعد ما أعطيتك الشيك، يبقى استرداد الساحب مقابل الوفاء بعد إصدار الشيك. الحالة الرابعة إصدار الساحب أمرا للبنك بعدم دفع قيمة الشيك. طبعا ساعات ممكن تعطي شيك هتلاقي الساحب يتصل بالبنك يقول له يا بنك ما تدفعش قيمة الشيك اللي أنا أعطيته لفلان، برضه في قصد وفي عمد. بعد طبعا البنك هيسمع كلامه يا أستاذ، طبعا البنك ده عميله، أما يقول له بس هيثبت البنك في دفاتره على أساس إن لما يجي المستفيد من الشيك أو حامله
يقدر يباشر إجراءاته في كذا. ولو البنك المستفيد طلب من البنك إثبات ذلك كتابة، هيثبت لحامل الشيك أو المستفيد من الشيك اختار الساحب بعدم دفع قيمة الشيك. طيب، يبقى احنا عندنا ان في شيك مسحوب عمدا في الفقرة ألف لا له مقابل وفاء وإن كان موجود غير قابل للسحب، أن يكون رصيد الساحب في البنك أقل من قيمة الشيك، أن يقوم الساحب باسترداد أو سحب رصيده من البنك بعد إصدار الشيك، الساحب يتصل بالبنك ويديله أمر يقول له لا تدفع قيمة الشيك. كمان في حاجة اللي هي حالة تعمد تحرير الشيك بصورة تمنع صرفه. ساعات بعض الناس وهم بيحرروا شيكات يكتبوا بخط غير واضح، يخلي التوقيع غير مطابق للبنك، يكتبوا بطريقة غير مألوفة في المعاملات التجارية. ولذلك هنا كاتبين ايه؟ تعمد. تعمد كل التصرفات دي فيها عمد، انه يبقى عارف ان هو اصدر شيك ويروح يسحب الرصيد، يبقى عارف ان هو اصدر شيك ويروح يدي امر للبنك او يتصل بيه يقول له ما تصرفش الشيك. خلي بالك من الحالات دي كلها، ان ده بتنم عن ان هناك شخص بيرتكب جريمة. مش عايزين نقول مجرم، لا، ده شخص بيتعمد انه يرتكب هذه الجريمة. نخلي بالنا بقى في حالة اخرى، واو، اللي هي حالة تظهير شيك او تسليمه مع العلم بعدم وجود رصيد. خلي بالك هنا بقى الحالة دي غير حالة الساحب. كل الكلام ده الساحب عمل شيك او سوى شيك وملوش مقابل وفاء قائم او موجود وغير قابل للسحب، ان يكون المبلغ بتاعه اقل، ان هو يسترد، ان هو يصدر امر للبنك، انه يكتب الشيك بطريقة مختلفة. لا، الحالة هنا بقى حالة شخص تاني ظهر الشيك، كمان يحمل شيك عليه اسمه فظهره لواحد تاني، يرتكب ايضا جريمة شيك بدون رصيد مثله مثل الساحب تماما. اذا عمل ايه؟ اذا ظهره او سلمه، اذا كان لحامله، ما احنا قلنا بقى التظهير او التسليم مع العلم بعدم وجود رصيد او عدم كفاية الرصيد. يعني المظهر طبعا، لان المظهر ما هو بينقل الحق اللي في الشيك لشخص اخر، فاذا كان هو لا يعلم، إذا كان يعلم إن مفيش رصيد أو الرصيد مش مكفي لا يكفي، يعتبر جريمة إصدار شيك بدون رصيد، وتطبق عليه ذات الأحكام اللي موجودة، اللي هو الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة 50,000 ريال أو إحدى العقوبتين. بس هنا خلي بالك، في هنا عمد، لأن ده اللي بيحرر الشيك، هنا علم، لان الشيك مش هو اللي محرره، ده هو واخده من الساحب، وبالتالي راح توجه للبنك مثلا، والبنك قال له ايه؟ هذا الشيك ليس له رصيد، او ان الرصيد الموجود للشيك لا يكفي، فقال اتخلص من الشيك واظهره لواحد تاني، بدلا من ان ادخل في نزاعات مع الساحب، ما انا اظهر الشيك وانقله لواحد تاني دائن ليا عايز مني او يبغي مني حق اعطيه له. هنا بيعتبر المظاهر يعتبر مجرما او مرتكب جريمة اصدار شيك بدون رصيد. خلي بالك بقى، في كل النظم القانونية في العالم ايضا في حاجة اسمها العود. العود معناها ان الانسان بيرتكب الجريمة اكتر من مرة. يعني ايه؟ يعني بيعود الى الجريمة، من فكرة العودة الى الجريمة، لفظ العود. فلما نقول ده مجرم عائد في القانون او بالمصطلح القانوني، معناه ان هذا الرجل دأب او ارتكب الجريمة هذه قبل ذلك. ففي حالة العود المشرع بيعمل ايه بقى؟ في كل النظم القانونية بيعتبر ان من يرتكب هذه الجريمة بيعتبر بينم عن حالة خطرة في الشخص، فبالتالي بيشدد عليه العقاب، وبالتالي تزيد العقوبة من 3 سنوات إلى 5 سنوات، والغرامة من 50,000 ريال إلى 100,000 ريال. بس خلي بالك،
متى يكون العود أو العود للجريمة؟ أن يتم خلال 3 سنوات. من أي تاريخ ال3 سنوات؟ من تاريخ الحكم في الوقعة الأولى اللي هو كان خد فيها 3 سنوات أو أقل، أو غرامة 50,000 جنيه. هنا المشرع بيشدد ليه؟ لأن ده أولا مش عايزين نقول طبيعة العمليات التجارية وسرعتها وحماية الناس والكلام ده كله، لا، كمان علشان يعزز الثقة في الأوراق التجارية. لأن هو لو ساب الشيك في هذه مثل هذه الحالات، أو الورقة التجارية في مثل هذه الحالات بدون هذا النوع من العقاب، بالتالي هتفقد الأوراق التجارية أهميتها في المعاملات أو في الحياة التجارية. وبالتالي كمان بيشدد ليه؟ لأن ينم عن حالة خطرة في الشخص، كمان إن هو بيضر بمراكز القانونية والمالية والتجارية للمتعاملين معه بمقتضى هذه الشيكات اللي هي بدون رصيد. وأعتقد إن دي الجريمة دي يعني مش بعيدة عن أذهاننا أو مش بعيدة عن واقعنا العملي، وبنشوفها وبنسمع عنها وقد نتعرض إحنا نفسنا لها. فدي من الموضوعات الهامة اللي بنصح الطلاب إن هم يقروها كويس، مش لأجل الاختبار أو الدرجات أو الكلام ده كله، لا، دي من المعلومات المهمة عمليا إن إحنا نعرفها، جريمة إصدار شيك بدون رصيد. يبقى احنا الاعمال التجارية المنفردة في التقسيم بتاعنا شرحنا الشراء لاجل البيع، النوع الثاني الاوراق التجارية الكمبيالة والسند والشيك، النوع الثالث من الاعمال التجارية المنفردة اعمال الصرافة والبنوك. اعمال الصرافة والبنوك، الصرافة هي ايه الصرافة؟ هي مبادلة عملة، عملة دولة بعملة دولة أخرى. والصراف بيعمل هذا العمل قاصدا تحقيق ربح من فروق الأسعار بسبب اختلاف الزمان والمكان. يعني اختلاف الزمان والمكان؟ اختلاف الزمان إن الصراف ممكن يكون لديه العملات فيقدر هو يجمع العملة ويحتفظ بها بعد يوم بعد اثنين بعد ثلاثة، يحصل تغيرات في السعر فيحدث فروق أسعار بالزيادة وقد يخسر، فهو عمل تجاري يكسب أو يخسر، الأمر وارد يعني. وكمان بسبب المكان، يعني إيه بسبب فروق المكان أو تغير المكان؟ إنك أنت في دولتك مثلا في السعودية وبتتحصل على عملة دولة أخرى أنت لست موجودا فيها، فهو بيحصل هذه الفروق نتيجة اختلاف الزمان والمكان. يبقى الصرافة مبادلة عملة دولة معينة بعملة دولة أخرى بقصد تحقيق ربح من فروق الأسعار بسبب اختلاف الزمان أو المكان. والنص على هذا العمل في الفقرة ج من المادة الثانية من قانون التجاري السعودي أو من نظام المحكمة، المعنى واحد، نص على هذا العمل صراحة على أنها أعمالا تجارية. بس خلي بالنا دائما 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 العمل التجاري بالنسبة لمن؟ للصراف أو من يقوم بعمليات الصرافة. أما أنا مش شرط، قد يكون تجاري بالتبعية أو قد يكون مدني. يعني أنا لو أنا مبتعث على الحصول على رسالة الدكتوراه أو درجة الدكتوراه من المملكة العربية السعودية وأنا مواطن سعودي، فبحتاج إلى أن هذه العملات على أساس أن أنا أروح دولة كأمريكا لأخذ الدكتوراه، فبيحصل إيه؟ باخذ بشتري من الصراف عملة أمريكا لأتعامل بها هناك. العمل بالنسبة للصراف عمل تجاري، بالنسبة لحضرتك كطالب بتروح تجيب الدكتوراه ليس عملا تجاريا، ده عمل مدني، أنا أخد فلوس عشان أتعلم، أنا مالي ومال حكاية التجارة. فدايما لما نقول العمل تجاري أو العمل كذا، دايما نشوف القائم بالعمل أو من يقوم بعملية الصرافة نفسها، لأن هو العمل أصلا عمل تجاري أصلي بطبعه. ولكن بالنسبة لمن؟ لمن يقوم بالتغيير للحصول على فروق الأسعار. إنما أنا بقوم بالتغيير ليس للحصول على هذه الفروق، والعمل بالنسبة لي ليس عملا تجاري. ويلاحظ أن أعمال البنك لا تعتبر تجارية دائما إلا بالنسبة للبنك اللي بيقوم بعملية الصرافة، أما بالنسبة للعميل فهي لا تكتسب الصفات التجارية إلا إذا
توفرت في العمل شروط العمل التجاري بالتبعية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في المثال اللي انا قلته، لو انت طالب ورايح تاخد الدكتوراه وبتتحصل على عملة الدولة اللي انت ذاهب اليها، فبالتالي العمل بالنسبة لك عمل مدني. انما اذا كنت تاجرا وتذهب الى الصراف للحصول على عملة الدولة اللي انت هتستورد منها الاجنبية، فانت بتاخد من العملة دي علشان تحولها بره للمستورد عشان يرسل لك البضاعة. فبالتالي هو عمل تجاري بالتبعية. يعني ايه تجاري بالتبعية؟ يعني انا كتاجر بتعامل مع الصراف للحصول على هذه العملة لارسالها للمصدر في دولته بعملة دولته لكي يرسل لي البضاعة. لكن انا عملي اصلا مش ان انا اغير عملة من الصراف، لا، ده انا عملي بستورد بضاعة عشان ابيعها. وبالتالي ده عمل بيعتبر تجاري بيخدم العمل التجاري الاصلي بتاعي. يعني انت لو ترجع للمحاضرة اللي شرحنا فيها الاعمال التجارية بالتبعية، هتلاقي ان هو عمل مدني اصلي، ولكن اكتسب الصفة التجارية لان هو رصد او جعل لخدمة عمل تجاري اصلي. ما نعقدش الكلام في القانون، نخليه بمثال مبسط. احنا قلنا ان الطالب اللي راح ياخد الدكتوراه من بره فبياخد مع عملة الدولة الذي يذهب اليه، ده عمل مدني صرف. طيب لو كان تاجر بيستورد بضاعة من بره علشان يعيد بيعها في المملكة، فهو هنا بيعتبر شراء لأجل البيع، وده عمل تجاري اللي احنا شرحناه في الأول، سواء كان الشراء من الداخل أو من الخارج، الاستيراد يعني. طيب يبقى ده نشاطه التجاري أو ده العمل التجاري. طب هو بقى ذهب من أجل تغيير عملة من الصراف علشان يستورد بيها، عمل تجاري بالتبعية، تابع للعمل الأصلي اللي هو الشراء لأجل البيع أو الاستيراد لأجل البيع. يبقى هنا العمل دائما يكون تجاريا بالنسبة للبنك، أما بالنسبة للعميل الذي يتعامل مع الصراف، قد يكون العمل مدنيا وقد يكون تجاريا بالتبعية. وأنا كاتب لك تحت في بعض الملحوظات الهامة تنويه، هناك جدل قانوني حول تقسيم بعض الأعمال من حيث تجاريتها من عدمه، وما ننتهي إليه هو الرأي الراجح في تقسيم الأعمال التجارية طبقا لما ورد في التشريع السعودي. على أساس أنك أنت لما تيجي تقرأ في الكتاب أو تقرأ في بعض المواضع هتلتقي دايما في بعض الأعمال كده حوالي خلافات، دعونا نتفق كما قلت قبل ذلك على تجارية العمل أو عدم تجاريته كمعيار. وبعدين بنقول بقى احنا بنبعد الطلاب كثيرا عن الجدل القانوني حول اختلاف الأوصاف بالنسبة للأعمال التجارية كانت أو مدنية، على أساس إن إحنا ما ندخلش في جدل كبير، لأن إحنا مش هنبقى يعني متخصصين أو في العمل القانوني. وبرضو أنا بجيب لك الرأي الراجح مش بجيب لك أي حاجة. فبنقول وعلشان نعفيك بقى، لأنك أنت طريقة الأسئلة عندك والإجابة لا هتقدر تقول الرأي الراجح ومش الراجح، أنت عايز يا صح يا خطأ، يا اختيار محدد، وبناء عليه إحنا بنحاول نطوع المقرر في شرحه وفي نقاطه بما يتلائم مع طريقة التعليم عن بعد وطريقة الاختبارات. النوع الرابع أو العمل الرابع من الأعمال التجارية الأصلية المنفردة السمسرة. ما هي السمسرة؟ كلنا عارفين السمسرة أنها وساطة. في ماذا؟ في إبرام عقود. واحد عايز يستأجر منزل أو شقة من شخص آخر، فبيجي السمسار يتوسط بينه ويبرم العقد بين المؤجر والمستأجر، ويكون دور السمسار هو مجرد التقريب بين وجهات النظر أو نظر الطرفين اللي هو المؤجر أو المستأجر أو البائع والمشتري إذا كان عقد بيع. ويطلق نفس اللفظ اللي هو لفظ السمسرة، ويطلق نفس اللفظ كذلك على العمولة التي يتقاضاها السمسار. يعني أنا لما أقول السمسرة يبقى أنا أقول السمسرة دي عمل تجاري أصلي منفرد. وممكن أقول السمسرة أطلقها على المبلغ الذي تحصل عليه السمسار نظير الوساطة، أقول أخذ مني سمسرة. يبقى السمسرة لها معنيين، معنى العمل بمعنى العمل التجاري الأصلي المنفرد، وبمعنى المقابل الذي يحصل عليه السمسار. طيب
السمسار يظهر اسمه في العقد؟ لا يظهر. وكيلا عن الطرفين؟ ليس وكيلا. والسمسرة، وتعتبر السمسرة في المملكة عملا تجاريا، سواء كان السمسار محترف أو غير محترف، وبصرف النظر عن طبيعة الصفقة التي يتوسط في إبرامها، مدنية كانت أم تجارية؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني السمسرة معروف خلاص إنها عمل تجاري في المملكة وغير المملكة، سواء كان من يمارس هذا العمل هو أصلا سمسار أو غير سمسار، وبصرف النظر عن طبيعة الصفقة محل السمسرة. يعني ايه برضو الكلام ده؟ يعني بنقول لو ان السمسار توسط بين تاجر وتاجر في عملية بيع او شراء بضائع، فالعملية اساسا لو بتوسط فيها عملية تجارية والسمسرة ايضا عملية تجارية، فما في مشكلة. طيب لو كان التاجر، لو كان السمسار بيتوسط في ابرام صفقة او عملية مدنية، كان يتوسط في عملية زواج، يبقى العملية محل السمسرة هنا عملية مدنية، هل تظل السمسرة عمل مدني، عمل تجاري، أم تكتسب صفة العمل المدني؟ لا، السمسرة بطبيعتها بصرف النظر عن محلها تظل عملا تجاريا، سواء كان محل السمسرة عمل تجاري أو عمل مدني. تاني، يبقى السمسرة دائما عمل تجاري لأن منصوص عليها بالنص في قانون التجارة السعودي، سواء كان السمسار محترفا او غير محترف، وبصرف النظر عن طبيعة الصفقة اللي هو بيبرمها، سواء كانت هذه الصفقة تتعلق بعمل مدني مثل الزواج او بعمل تجاري بين التجار. فالسمسرة في مجال العقارات او السمسرة المتعلقة بالشراء وبيع البضائع وبيع الصكوك زي الاسهم زي السندات، ايا كان محل السمسرة فهي عمل تجاري. وفي مثال في الكتاب، ارجع له صفحة 23، بيقول حينما يمارس المحامي، هو ده شغلته محامي، وظيفته محامي، مهنته محامي، يمارس السمسرة بجانب مهنة المحاماة، تعتبر السمسرة عملا تجاريا منفردا بغض النظر عن مهنته كمحامي. يبقى احنا خلاص كده عرفنا ان السمسرة عمل تجاري بصرف النظر عن من يقوم بها، بصرف النظر عن الصفقة محل عملية السمسرة او الوساطة. العمل الأخير والخامس في الأعمال التجارية المنفردة، أعمال التجارة البحرية. وخلي بالك أعمال التجارة البحرية دي سهلة جدا برضو كده، إيه فيها كلام واضح دقيق محدد، مش حنا يعني مش هلتبس علينا فهمه أو الإجابة على أي سؤال يتعلق به. فبقول لك إن جميع الأعمال المتعلقة بالتجارة البحرية أعمالا تجارية طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون التجاري السعودي. يبقى الأعمال التجارة البحرية كلها بتعتبر أعمال تجارية. مثل ماذا؟ من الأعمال التجارية البحرية منها إنشاء سفن تجارية، هي السفن العملاقة التي تحمل الحاويات وتنتقل بين الدول، اللي هي سفن نسميها السفن التجارية، أو بتنقل الركاب وهكذا، أو شراعية، يبقى إنشاء السفينة نفسه، عملية بناء السفينة تجارية أو شراعية بيعتبر عمل تجاري، وكذا إصلاحها وكذا بيعها أو شراؤها في الداخل أو الخارج. يعني كل الأعمال دي عملتها في الداخل في الخارج هي بتعتبر أعمالا تجارية. يبقى إنشاء السفينة أيا كان نوعها، إصلاحها، بيعها، شراءها، إيجارها، استئجارها، كل ده عمل تجاري. طيب بيع وشراء الآلات والأدوات كلوازم للسفن عمل تجاري. عقد استخدام الملاحين اللي بيرتب لهم رواتب وحقوق، خلي بالك بقى هم دول المفروض كده يخضعوا لقانون العمل لما تكبر وتدرسوا، لا دول بطبيعتهم أصلا المفروض يخضعوا لقانون العمل، لا ولكن يخضعوا للعمل التجاري أو أعمال التجارة البحرية. طب يعني هتفرق ايه الكلام ده معانا؟ ما احنا قلنا بقى في بداية المقرر بتاعنا اما يبقى العمل تجاري له معاملة ونظام ومحكمة وافلاس،
أما إذا كان عمل من أعمال المدنية له طريق آخر. فعشان كده احنا بنجهد نفسنا دائما علشان نفهم أو نشرح هو عمل تجاري ولا عمل مدني. فكل أعمال التجارة البحرية من إنشاء وإصلاح وبيع وشراء وإيجار واستئجار وبيع وشراء الآلات كلوازم للسفن وعقد استخدام الملاحين عمل تجاري. كمان عقد القرض البحري، إيه القرض البحري؟ إن هو يعمل قرض بضمان المنشأة البحرية أو السفينة. كمان عقد القرض البحري عقد الرهن البحري، عقد الرهن البحري إنك أنت ترهن السفينة إذا كنت مدين لأحد الأشخاص، ده برضو بيعتبر عمل تجاري. أيضا عندك كمان عقود التأمين البحري على السفينة والبضائع، ودي برضو من المتطلبات الأعمال البحرية إن يكون هناك عقد تأمين على السفينة أو على البضائع، ده برضو بيعتبر من الأعمال المدنية. ومن أمثلة بقى عقد التأمين، عارفين بقى عقد التأمين على السفينة لو جالها غرق أو إعصار أو وكذلك على البضائع نفسها عقد التأمين بيعتبر عمل تجاري، لأن أنت لو جايب بضاعة من الخارج كمستورد وحصل غرق للسفينة أو هلكت البضاعة أو أن الربان رمى بعضها في البحر لتخفيف الحمولة في حالة إعصار والقانون بيديله هذا الحق، ده عقد التأمين بيعتبر عقدا أو عملا تجاريا. عندك بقى جميع المقاولات، ما احنا قلنا بقى ان المشرع السعودي لم يذكر الاعمال على سبيل الحصر ولكن ذكرها على سبيل المثال. حتى تلتقي انا كاتب لك هنا من الاعمال التجاريه، من اعمال التجاريه البحريه او من اعمال التجاره البحريه، من وليس كلها. فعشان كده كاتب لك انا بالاحمر اهوت جميع المقاولات المتعلقه بسائر امور التجاره البحريه تعد اعمالا تجاريه، وارح عقلك. يبقى احنا كل حاجة لها صلة بالأعمال التجارة البحرية تعد أعمالا تجارية وبالتالي تخضع لقواعد التجارة. كمان تعتبر أعمال التجارة البحرية أعمالا تجارية منفردة، طبعا ده النوع الأخير بقى عندنا والخامس في الأعمال المنفردة، وتخضع لأحكام القانون التجاري حتى لو قام بها الشخص مرة واحدة، وبصرف النظر عن صفة مزاولها تاجر كان أو غير تاجر بالنسبة للمستغل. بس خلي بالك بقى في جزئية صغيرة أنا أعمل لك عليها ملحوظة، بقول لك أما الشخص الكلام بقى مين المستغل اللي هو بيزاول النشاط ده، اللي بينشئ واللي بيصلح واللي بيبيع واللي بيشتري واللي بيأجر واللي بيرهن، كل الأعمال دي بالنسبة للمستغل أو المستفيد من هذه الأعمال. أما الشخص الذي يشتري يختا للتنزه لا يعد عملا تجاريا. ودايما انا انصح ابناء الطلاب اقول له خلي بالك العمل تجاري، خلي عينك دائما وذهنك بالنسبه لمن، للمستغل او المستفيد من العمل. فعشان كده بنقول الشخص الذي يشتري يختا للتنزه لا يعد عملا تجاريا، انما اذا كان بصفته مستغل هيكون العمل عمل تجاري. طيب نؤكد على حقيقة أخرى، أن المشرع السعودي لم يذكر الأعمال التجارية في القانون على سبيل الحصر ولكن ذكرها على سبيل المثال، وبناء عليه الفقه اللي هم رجال القانون أو القضاء اللي هي السلطة القضائية اللي بيبقى أمامها النزاعات بتجري حاجة اسمها القياس. فطالما في عمل مشابه وتنطبق عليه شروط خضوعه للعمل التجاري بحكم عليه أيضا بتجاريته أو أخضعه أو أصبغ عليه وصف العمل التجاري. فبنقول طب إذا كنا احنا قلنا على الملاحة البحرية كل ما يتعلق بأعمال التجارة والملاحة البحرية عمل تجاري، طب إيه موقف الملاحة الجوية؟ ريح دماغك بذات الأحكام. تسري ذات الأحكام على أعمال الملاحة الجوية قياسا على الأعمال البحرية على الرغم من عدم نص المشرع السعودي عليها. يبقى كده ممكن حضرتك تقول تسري ذات الأحكام على الأعمال الملاحة الجوية قياسا على، معلش يبقى أضيف كلمة الملاحة البحرية أو أعمال التجارة البحرية على الرغم من عدم وجود نص
في القانون السعودي عليها صراحة. جايب لك برضو بعض أمثلة ونماذج. عدم ذكر محل الوفاء في الكمبيالة يكون موطن، طبعا الكلام ده احنا عرفناه. نص المشرع السعودي على الأعمال التجارية على سبيل الحصر، شوف كده الإجابة هتبقى إيه، في حالة خلو الورقة التجارية من موعد الاستحقاق تكون بمجرد تاريخ إصدار الورقة، يعد عنصرا جوهريا في حساب الأهلية أو مدى توافرها من عدمه. تاريخ إصدار الكمبيالة هام للحكم على تصرفات التاجر في فترة الريبة. جميع أعمال التجارة البحرية أعمالا تجارية. الشخص الذي يتعاقد على شراء أو إنشاء يخت يعتبر عملا تجاريا. طبعا كلام والشرح أعتقد أنه شديد الوضوح، والإجابة على مثل هذه الأسئلة سيكون سهلا. وبكده أعزائي الطلاب الأعزاء اللي دائما أعتز بلقائهم في محاضراتي، نكون انتهينا من أهم جزء في الأعمال التجارية، وهي الأعمال التجارية الأصلية المنفردة الخمسة. وإن شاء الله في المحاضرة القادمة سنتناول بالشرح أعمال التجارية الأصلية التي تتم بطريق المقاولة، اللي هي عددها 7 اللي نوهنا عنها في بداية المحاضرة. وأرجو من أبناء الطلاب الأعزاء إن هم لو في أي ملحوظة أو سؤال أو استفسار أو بعض التعبيرات مش مفهومة وأنا بشرح، يرسل لي على الإيميل، وأنا إن شاء الله سأكون حريص على الرد والشرح والتوضيح. أشكركم وأحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.